احنا فيري بوزيتيف وجاهزين واحنا من يعني القسم كمان مش بس ريسيرش فور ريسيرش، ريسيرش فور ابلكيشن والخدمه البيئه، ودي احد الحاجات اللي بنخدم بيها البيئه اللي حوالينا. ما هو ما ليش قيمه اذا كان هذا البحث هيخدمك ويعمل نتيجه وانت تشوف النتيجه على الارض. في جهاز عندنا مفاجاه، الجهاز ده صغير، شوف الجهاز ده جهاز ولا موبايل ده فهم. حجمه قد ايه؟ الله، الجهاز ده ما تقوليش ده بيعمل حاجه يا فندم. ده نانو بور سيكونسنج، وده اتعمل بحث عليه على الفوت اند ماوث ديزيز لاول مره على مستوى العالم، عملته مع جماعه الالمان ومنشور هذا البحث حاليا. البحث ده الخطوه الثانيه بعد الار بي اي، تاخد الدي ان اي او الار ان اي ويعمل سيكونسنج ويحدد لك. ممكن يطلع في الخير يقول لك ده فيه هيربس، ده فيه انفلونزا، ده فيه بايروبلازموزيس، ده فيه حاجه يعني بده. وانا معدي كده في المزرعه اعمله تاخد العينه وبتشتغل وده. طب سلام عليك. كلمنا على السعار. الدكتور شلبي قال لي حاجه جميله جدا، ان قريبا ان شاء الله قريبا جدا برعايه البرنامج باذن الله هنعمل فيه مؤتمر الدكتور جمعيه الفيرولوجي المصريه برئاسه الدكتور عبد الحميد شلبي، هيدعو فيه كل الاطراف المعنيه من الدوله، وهنقعد مع بعض عشان نحل مشكله السعار وانس اند فور اول. الدكتور حاتم قال حته انه المكان ضيق جدا، وده لا يصح في جامعه القاهره طبعا، انه هذا المكان الوكيتد بس القسم الفيرولوجي، زي ما انت شايف المساحه ضيقه جدا جدا. فاحنا بنحاول وقت مع اداره الكليه ان احنا نعمل اكستنشن، والحقيقه الدكتور خالد مستجيب جدا معانا، ربنا يكرمه، وبيسعى ان هو، لان في جناح الناحيه الثانيه انا وريته لك. لا يا فندم، انتوا عايزين يا فندم ده قسم بهذه الاهميه. والله لازم مبنى كامل يا جماعه. الدول انا هلطم يا دكتور، الدول الكبيره قامت على البحث العلمي وما قامتش على التهريج، قامت على البحث العلمي، ما قامتش، انا اسف في ناس هتزعل مني، ما قامتش على التفاهه، ما قامتش على حاجات تانية. مش عاوز ازعل الناس، بس انا لو قلت من جوايا هزعل، لكن الاصل العلماء، اساس الدول وتقدمها يا حبيبي اللي هيخلي لك ان انت تشتري عربيه رخيصه عالم صنعها لك في بلدك، اللي هيخليك ان انت صحتك تبقى احسن ان في عالم اكتشف فيروس كان هيجي لك انت وعيالك. الكلام ده كله لازم تاخد بالك منه ولازم تفكر فيه، ولازم الدوله تحط ايديها في ايد العلماء دول، لان العلماء ورثت ايه يا فندم؟ الانبياء. الله، شكرا.